بمقر ولاية الرباط، ترأس وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري المجلس الإداري للوكالة الحضرية لصخرة مارا في دورته الخامسة، وذلك بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عملة صخرة مارا وأعضاء المجلس الإداري وعدد من فعاليات الإقليم. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد عبد الأحد الفاسي الفهري أن الخصوصيات المميزة التي ينفرد بها نفوذ عملة صخرة مارا كامتداد طبيعي لعاصمة المملكة وكمجال متميز يزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية والبشرية يستدعي من مؤسسة الوكالة الحضرية بمعية شركائها المحليين العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرسامير الاستثمارية وخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات. كانت هذه مناسبة للوقوف على حصيلة ديال العمل ديال الوكالة خلال السنة المنصرمة، وكذلك البرنامج ديال العمل ديالها والميزانية. وهاد الدورة بالإضافة إلى الاختصاصات العادية ديال مجلس الإدارة تتعلق بالمصادقة على التقرير الأدبي والمالي وكذلك الميزانية وبرنامج عمل، كانت مناسبة وحقيقة كانت مفيدة بالنسبة لي للتحاور مع أعضاء ديال مجلس الإدارة وأساسا رؤساء جماعات مجالس الجماعات الترابية، والنقاش كان مفيد مثمر. السيد الفاسي الفهري شدد كذلك على أهمية مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مصادر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير، مع إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.